اسم الفطر الاسود ما يتم الان هو خطوه استباقيه من وزاره الصحه المصريه، وبشكر سياده الوزيره عليها ان احنا دايما نكون سباقين. ما عندناش حالات تستدعي وجود دوره تدريبيه، لكن احنا لازم يكون اطبائنا على احدث مستوى ويتم تدريبهم بسرعه عاليه، وده اللي بتقوم وزاره الصحه المصريه في هذا الصرح العظيم اللي هو مركز اميره فاطمه، ان يكون عندنا دايما دورات تدريبيه لكل ما هو جديد في مجال الطب. الفطر الاسود ليس بجديد، لكن اهتمام العالم به اصبح جديد. لا، الفطر الاسود ليس متلازم مع كوفيد 19، لكن هو متلازم مع نقص المناعه. عشان كده بنقول اذا استخدم بروتوكول العلاج بصفه سليمه لا يوجد خطوره على مرض كوفيد 19، لكن اذا تم الفرط في استخدام ادويه مثبطه للمناعه ده يؤدي الى نقص المناعه، وده هو دايما الفطر الاسود متلازم مع نقص المناعه وليس متلازم مع اي مرض اخر. يوجد بعض حالات الاشتباه القليله جدا. البروتوكول ملوش علاقه بمرض الفطر الاسود، احنا قلنا الكلام ده جوه ان احنا بنعدل البروتوكول كتعديل دوري احنا بنعمله كل فتره نتيجه الابحاث الاكلينيكيه السريريه اللي احنا بنشتغلها او ان هي بتيجي من مصادر موثوقه. نناشد الساده المسؤولي الصحه اللي هم بيتعاملوا مع المرضى خارج نطاق بروتوكول وزارة الصحة والسكان ان احنا نلتزم بالبروتوكول، ما نزيدش من جرعات الكورتيزون غير البروتوكول المحدد عشان نقدر ان احنا نتقي شر المرض دوت.